شغل فكرك، لا تعطل فكرك، خلي فكرك ينطلق حتى يعرف حقائق الأشياء. لأن أيها الأحبة، إحنا مشغولين بكل شيء إلا بمصيرنا يوم القيامة. هلا كل واحد يجرب نفسه، من الصبح لليل كم مرة نفكر بيوم القيامة؟ كل واحد من عندنا يحكي قد قاضي معزول، مش هيك أو لا؟ قديش بنحكي؟ في حد يفكر أنه هذا الحكي في جمرك؟ يقول لك الحكي يحكي، الحكي ما عليه جمرك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب. ما في شيء يتجمرك أكثر من الحكي، خصوص إذا كان الحكي بكذب وبغيبة وبنميمة وبإيذاء للناس وبخيانة للحق وخيانة للمؤمنين. بدنا نوصل خفافا، خفافا من الذنوب، خفافا من الأوزار، حتى رأسا. قلنا تفضلوا، إمام زين العابدين سلام الله عليه عنده في دعاء قل ويلي ويلي إذا قيل للمخفين جوزوا، للي ما عندهم شيء يتحاسبوا عليه، وللمثقلين لظهورهم ما ثقيل بأوزارهم، وللمثقلين حطوا أمع المخفين أجوز. ما أدري يا ربي أنا كيف أقبل عليك إذا كنت غفرت لي ورحمتني، فرح كل الأوزار تسقط من ظهري، بس إذا ما رحمتني وضعي صعب. أمع المخفين أجوز أم مع المثقلين أحط؟ ويلي كلما كبر عمري كثرت خطاياي، أما آن لي أن أستحي من ربي؟ لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك كل جديد. آراؤكم وتعليقاتكم تهمنا.